بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب عندنا زكاة، قلنا زكاة فرض وزكاة نفل. طيب النافلة ذكرنا من تدفع لهم الزكاة، في أناس يحرم عليهم أخذ الزكاة، الغني والقوي المكتسب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا إذا كان لهم نصيب من الخمس مكتفين، لكن إذا كانوا غير مكتفين يأخذوا من الزكاة يموتوا. ومن تجب عليه نفقتهم، يعني مثلا نواف الآن قلنا عشان يتخلص عنده 80 مليار، يا رجل زكاتها كم؟ 2 مليار. قال 2 مليار أبدفعها لأبي وأمي، والله محتاجين، وابني وزوجتي وبنتي. نقول لا، انتظر، تجب عليك النفقة على هؤلاء، على الأب والأم، صحيح هذول الأصول، وعندك فروع، والزوجة تنفق عليها حتى تتخلص من الزكاة تدفع لهؤلاء. لا، مفهوم؟ عندنا قاعدة، وعلى الوارث مثل ذلك. أي إنسان تريد تدفع له الزكاة انتظر، نجعل هذا الذي تدفع له الزكاة يموت، إذا كنت ترثه إذن وجبت عليك إيش؟ النفقة. لا ترثه تعطي من الزكاة، ولا إشكال. مثاله، انتبه نواف، ما عندنا إلا أنت، أمر لله. نواف الآن والده موجود، لله الحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعته، وعنده أخوه فقير، هل يدفع لأخيه الزكاة؟ نعم. لماذا؟ لأنه لو مات الأخ ما يرث نواف لوجود من؟ الأب. إذن يدفع الزكاة، وإذا كان الأب غير موجود ننظر، إذا مات هذا الأخ، طيب يقول هذا فقير، نقول ليس لنا علاقة الآن فقير غني، تحسب أنه مات، تموت الأخ ترثه، إذن تجب في حقك إيش؟ النفقة. لا ترثه ادفع له الزكاة. مفهوم الشيخ؟ نعم. طيب الأصول والفروع ومن تجب عليهم النفقة، وقلنا كيف تحسب النفقة، تجعل هذا الذي تريد تدفع له الزكاة يموت، هل ترثه؟ إذا ترثه إذا ما تدفع له الزكاة. لا تدفع الزكاة للكافر، نعم، وقلنا هناك المؤلفة في مؤلفة قلوبهم، هذا من يرجى إسلامه أو حديث عهد بإسلام، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، نعم، أعطى الطلقاء، نعم.